يلا يلا حياك حياك. هاي شغلكم وانا مجرد بس ضيف جالس. وبعد التشخيص في مستشفى سمو الأمير الوالد في غزة، تم العمل على إجراء اختيار أمثل لذوي الإعاقة السمعية لزراعة القوقعة، وتعتبر هذه زراعة القوقعة من أعلى التقنيات العلاجية لإنقاذ السمع، وجعل هؤلاء الأطفال يعودون لينفعوا مجتمعهم وأنفسهم وبلدهم كأقرانهم من حيث تلقي العلوم الأساسية، وذلك عبر برنامج مخصص لتدريب والتعليم المستمر للحيلولة دون الإعاقة السمعية. الحمد لله إلى الآن أجرينا 18 حالة، باقي الحين بعد ما نخلص إن شاء الله في حالتين، وبكرة إن شاء الله في حالتين، وبذلك نصل إلى عدد 22 حالة. نراقبهم اليومين القادمين، وإن شاء الله بعد شهر يتم من خلال الدكتور خالد عبد الهادي افتتاح الجهاز الخارجي، ويكون بداية مشوار التدريب والتأهيل، واللي طبعا الحمد لله لديكم في قطاع غزة أحد أفضل وأحسن مراكز التأهيل والتدريب في مستشفى الأمير الوالد حمد بن خليفة.